اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أستضيف عبر الهاتف الفنانة التشكيلية أم مروة محمد. أم مروة، مساء الخير. مساء النور يا هلا. بداية نريد أن نعرف كيف كانت بدايتك مع الرسم؟ شكرا جزيلا أستاذة عمر. كانت بداياتي مع الرسم يعني من أيام المدرسة، كان يعجبني أقلد رسم زميلتي، نعم، هي كانت فنانة ما شاء الله في الرسم، فاكتشفت إني أحب هذا المجال وأبدعت فيه رغم صغر سني أيامها، وبعدين المدرسة نفسها كانت تشجعني بشكل كبير جدا الحمد لله. نعم. من أين جاءت لك فكرة الرسم بالشاي على البلاط؟ أولا أنا يعني يعجبني الأفكار الإبداعية والأشياء الجديدة، كأرسم بالألوان يعني زمان، بعدين حسيت إنه الرسم بالألوان شيء روتيني وشيء يعني الناس كلهم يعني يرسم بالألوان، نعم، جميل. بعدين كنت أتمنى إني أبتكر شيء جديد وحلو ويبهر الناس، سبحان الله جت فكرة الشاي مصادفة، ابني الصغير دخل المطبخ وكب كيس الشاي على الأرض، أها. شفت أصابعه مطبوعة، حبيت الشكل، شخبطت وتفاجأت يعني بلوحة رائعة، والحمد لله يعني نشرتها يعني كدعابة بداية، لقيت إعجاب كبير جدا وتشجعت أكثر وأكثر، وبالتالي يعني أبدعت أكثر لله الوقت. أها، ما شاء الله. طيب، ما هي الأعمال التي قمت بها وأحسست أنها أدت رسالتها بالشكل المطلوب؟ كما نعلم أنك شاركت في مجموعة من الحملات، ما هي الأعمال التي رأيت بأنها أدت رسالتها بالشكل المطلوب أو المنشود لديك إن صح التعبير؟ بالنسبة لي أنا والاشتراكية والوطنية، طبعا هذه الاشتراكية والوطنية لقت نجاح كبير جدا لأنها يعني تحاكي الواقع، أساسا يعني الرسم هواية ورسالة، رسالة صحيح سامية في نفس الوقت، صحيح، يعني يستطيع الفنان من خلال الرسم إنه يوصل فكرة معينة للمتلقي أو الناظر، ويعني كل شخص يقرأ اللوحة حسب فهمه وطريقته الخاصة. واللوحات هذه يعني مش مجرد شخابيط يعني عجبتني وخلاص، لا هي أشياء يعني تحاكي واقع وما يشعر به الرسام، وذلك يعني يقال عن الرسم إنه متنفس. نعم. طيب أم مروة، كلمة شكر تريدي أن توجهيها لأحد قدم لك الدعم، أو كلمة شكر تريدي أن توجهيها لأي شخص يعني؟ أكيد كلمة شكر وتقدير وعرفان إلى زوجي الغالي وحيد محمد قايد على دعمه وتشجيعه لي، لولاه بعد الله ما كنت وصلت لهذه المرحلة. طبعا كمان أشكر أمي الحبيبة على دعواتها التي ترافقني دائما في كل وقت، وأشكر كل أخواني اليمنيين، طبعا أخص بالشكر الجزيل للأستاذ حامد الزيادي، وشكرا جزاكم الله خيرا. شكرا. إذن شكرا لك أم مروة محمد لمشاركتك معنا في برنامج آخر الأسبوع.